ذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرح بعد الغم والهم، وفيه تفريج الكروبات وتيسير الأمور وتحقق الراحة والسعادة في الدنيا والآخرة. وما عولج كرب ولا أزيلت شدة بمثل ذكر الله. والله تعالى رغبنا بالذكر بقوله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذكر الله أيضا فقال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.